وشوشة. مؤمنة جدا انه دور الفنان مش بس انه هو يمتع المشاهد باعمال لطيفة ممكن تكون هادفة او ممكن تكون مسلية، ممكن تكون بتدي افكار او بتغير كده في منظور الشخص للاشياء، لكنه كمان لازم يكون ليه دور في مجتمعه بصفته شخص ممكن يكون محبوب، ممكن يكون الناس بتبصله بنظرة ما، يعني ممكن تكون نظرة فيها احترام أو فيها تقدير أو فيها حب. لازم أنه يستغل ده، أنه يوعي بقى المجتمع، يأثر عليه بشكل إيجابي، يفتح برضو عينه على حاجة، فمش بس فنيين لأ ومجتمعيين كمان. وشوشة، الموقع الفني الأول في مصر. رئيس مجلس الإدارة محمود إسماعيل، الإشراف العام أحمد الهوالي. www.washwasha.org